موضوع متاعنا اللي انت قصيت لنا عليه يتحدث عن المرأة التونسية. المرأة التونسية وصلت لأعلى المراتب، لكن أولاد بلادها ديما يستنقصوا منها وديما معناها مش عجبتهم. تعرف علاش؟ تعرف علاش؟ وإذا يتعدى ما كلامي يتعدى وكي تقصوا من بعد؟ لا ما نقصش كلام، المهم كلام نجم تسمعوا أمي وأمك وأختي وأختي. يصير يا أخي، أنا سمعت ما عندك أنت من وجهك هذيك كلام ما يتسمعش. قولي سبيتك سامحني برجولي، ولا كي أنت تلبس محترمة مش هكا. لما ماشي هذا مش محترم. لا ماكش محترمة هكا. باهي أعطيني اللي يلبسوا في المحترم لهنا كيفاش؟ أمي كهو. باهي يا ميسير. هكا أنا قلت لك. يعني أنتم معناها مشكلتكم الكل لبسة. يعني في الدنيا هذه الطفلة تشوفوها لبسة. لا 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 والله ولا سختي الغالية، لا مش هكاك ورا. ما بالك فماشي الطفلة، فماشي الطفلة معناها سامحني مادام أنا محترمة ولا مش محترم؟ على الآخر. خاطر لبسة كيف هذاك عليه؟ سينو راك ما حكيتش أنت هكا. علاش؟ شنو نلبس مثلا؟ هو راه مش منك مادام راه. ماك اللي عملته هذاك كمل احكي. انت شبيك انت توا تعمل في مشاكل مع نور؟ هي انت بسيكولوج؟ بريسكي ما عنديش هذا، ما عنديش هذا نتاع بريسيكولوج. شنو هو مثلا المبدا اللي يخلي مراه عريانه ومش ملاد؟ خاطرنا مسلمين وعرب وعريبه، انهم في عهد الخلافات الكل مراه تلبس الخلخال والشرك في ساقيها والمولية وكل شيء عريان، وعندها قيمة وعاتينها قيمة والجارية عندها قيمة. المرأة التونسية علاش ما عنديش قيمة؟ خاطر تلبس في شغل. ايه المرأة التونسية عندها سامحني عندها قيمتها راه. سامحني في الغالي. نو نو بلي سامحني. برانسيبك شنو هو؟ أنت البرانسيب اللي تمشي بيه. سامحني عايش خويا. دين مثلا نحكي معاك دين، نحكي معاك دين أنا. بشوي بشوي. تحب دين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش المرأة تلبس حرة طليقة؟ أما ما تقمع. السراولة. شو 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 سامحني كاين نحن اللي عايش معي في الدار. انت سالتك سؤال، هي سالتك سؤال. ماكش عايش معي مادام انت. كاين نحبوا على الرقي، كاين نحبوا على الرقي. لا كاين نحبوا على الرقي، نحن نرتقي. وشنيا الغالي علينا؟ ديننا، ديننا يسمح للمراه تلبس كيف ما تحب. لا باني شيخ حكمت. اسمعني عايش خويا، لا نحكي معاك نجبد لك تاريخ انا على ديننا وعلى خلافات. اعطيني انت نظرتك شنية تو انا هاك. اسمع اعطيني كلمه. سيكوند سيكوند. سلام سلام واسبيتا شوي. اسمعني اخي، اسمعني. في تونس حرارته لقاء، يلبسوا شي يحب. اخي انت اصلك تركي عايش خويا؟ انا اصلي تونسي، كولتير تونسي، اما نجبد لك تاريخ من اج يوز كازيت. جاوبني عايش خويا، سبيتك انا سالتك. انت مولود فيها خرجت منها وباش تدفن فيها ولا لا؟ نو خاطر اللحيه نتاعك نتاع تراك تركي انت. مانيش تركي بالحق. كلتير نمدك بطاقه تاعك. محلاك حلوه كي نتاع الله لا يحليني ما نقمعوش بعضنا. لا تقمع اختك، لا تقمع بنتك، لا تقمع مرتك، لا تقمع امك. يعني يا ولدي سالتك انت. كان عندك هذا لبس شو تحب. انا نحب نخرج عريان تو تقمعني اني راجل. شكون شدك عايش خويا؟ انت اصلك تركي؟ اصلي تونسي. تونسي مش تركي. مدام وزير سامحني. اصلي تونسي. خاطر اللحيه نتاع نتاع تراك. اللحيه نتاع تونسي. تونسي بالله. وفما برشا خير مني ولحيتهم ما شب. تصدمت انا عامل لحيه مزيانه وانت وجهك لا تراك. يعني تربى تعلم اسمع. اوكي بيه. تعلم اسمع عايش خويا. ربع عيدك سيبه اوكي في مكتب تو انت اسمعك. انا سالتك عايش خويا ما سبيتكش ترى. كانت قلقت من 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 كلامي تو نمشي. نحن قمعنا الحاكم قبل. يا ولدي قمعك مانيش حاكم انا اخي. الحاكم صفا عديته. انا كلمه كل 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 ما مكفيني. الحاكم انت قبلته كي تكلمت انت غششت مني انت. يعني الحريه كي تدخل في الحريات. انا نحب نشوف نسي عليه يا خويا. محربش انت تحكي معايا. احسبني محربش، شبيهم المحربشين يعني بوغ كالمي شبيهم. بي ربع يديك خلينا نتكلم عايش خويا. ما نقصدش نتكلم عايش خويا. صحيت. انا سالتك شو اسمك انت؟ عبد الرحمن. هذاك علاش انت تتكلم هكا؟ خاصك عبد الرحمن كيفاش ما لقبي ما شبه زاد. بين كل شيء اسمعني. الخمقوم معرفة. اسمعني عايش ولدي. اسمعني كي نسالك تجاوبني. جاوبني وصل فازي. ما عادش تتكلم برشا. بازي وكي على قد سؤالك قد جوابي. وكي تتكلم كي تجيبش تتكلم ترفع صبعك. الله يبارك. سينو تسكت. مديمك بروف. اسمعني عاش ولدي انا سالتك يا لاندرا انت تركي ولا ماكش تركي؟ تونسي انا. صحيت ما بانك وما حليك. اجا نبوسك تو بعد. اسمعني تو بعد تو بعد. اسمعني مش نبوسك. اسمعني ملقح ملقح. خبيه هذا هب. اسمعني عاش خويا ماكش تركي انت؟ تونسي انا. كيفاش تونسي وتتصرف هكايا؟ ما كتغشش دخلت بعضك هكا ليه؟ نغير على بلادي ونغير على نساها زاد خاطر مانيش ديوث انا. رجوليتك
علاش؟ حتى واحد ما يحب تونس. اوكي اوكي، شكون مثلا انا تولدت من الارض انا نخلي بابا وامي انا نقدر حتى في بلاد البعيده. ورسني بمحمد محربش هذا، انا نعرف. اش معناها واحد محربش؟ محربش. توا انا لازمني نكمل الحوار نتاعي، دونك باش تجاوبني، اش معناها واحد محربش؟ محربش كيفاش يتصرف؟ انا ما نعرفش، ما هو يعرف يسال يوسف. واحد جاوبني، اك انت عرفته محربش. ليه ما هو ما يدريش ناحي صبع. نقول لك محربش معناها واحد ماكل دوية بوغ كالمي، وواحد ماكل دوية باش يبان هكا، يحب يبان. وانت شنو هو تو؟ ما نعرفش عليه، هو ما هو بسيكولوج ولا يعني كذا. انا محربش كيفاش؟ خاطر نهدر حقيقة ديما. هات يديك عاش ولدي، هات يديك، اغسل يديك باش نحكي معاك بر. ايه هذا الكل اختي كورونا عايش اختي، هذيك ربي توا كيف توا توا هكا توا. تحب انت فازي تجي معايا، يعني تجي معايا توا هكا توا. ليه توا احنا توا سمعني التوانسة خويت وما نحبوش الكلمات في بعض. يا بنتي اختي مو تبقى اسمعني، فما كورونا فما كورونا نغسلوا يدينا بيان سيدي. انت ليش تحب تقمعني؟ شو هذا؟ شو شو انا ما نحبش نبين، انا ما نحبش نبين. شو شو الله لا بنت شو. انا حبيت نحكي مع الطفله كلمتين بصفتها الميديا وسلطه رابعه ونمشي. لا عيني نخف قدام حد، لا انا قزم، لا انا يعني هذا الكل راهو كان في شكل دعابه باش ناخذوا الموضوع هذا الكل. دونك احنا التونسه راهو ما نحبوش ما نقشطلوش بعض. ما هو العباد المحاربشه يجي 10000 اللي يجي. اش قولك انت؟ حتى ب 20. اختي العباد المحاربشه توسع بالك معاهم، العباد المرضى توسع بالك معاهم. نو مش نحكي عليك انت. قال لك مش يحكي عليك. كيفاش توا؟ سئت الظن بيك. توا انت محاربش انا في بالي، اما انك مريض ما نعرفش. انا مريض. اما نعقل اكثر منك، ريت العقل، ريت العقل اللي فوق هذا وهذا وهذا وهذا، نعقل اكثر منك. اش بيك هك انت عليه هك؟ خاطرني مريض ونعقل الوحيد. اسمعني تعرف ما تداوينيش طبيب انت، ايش عندك شهاده؟ ولا نداويك كيفاش باش تداوي؟ باش نتصرف انا باش تداوين. مش انا حبيت معاك بليزير، خاطرك مريض انا باش نداوي. هيت 20 دينار، هيت 20 دينار. ياكم هيت نو نو والله. هيت 40 دينار ونداوى على قاعده ونروح فرحان والله. فازي. ليه انا بوس ليه؟ وخيتي هي وخيتي، اما عندنا وخيتي بالغه. شخوك باش تبريه انت؟ ليه ما 40 دينار خلينا نبرى ونمشي نروح. 40 دينار تبري. يدي ارقى واجود انواع العطور، ريتها الدبوزه هذه. ريتها هذه ب 600 دينار، علاش حقرها؟ هذه تعقم تعقم نتاعي انا، هاي في يدي. تبقى خطيتك هذيك وتعطر تعقم. هذيك 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 تاع مسلمين، انت ماكش مسلم انت. مسلم على الاخر، انت تحكي مع الوحيد نشوف روحه مسلم في البلاد. مسلم على الاخر. انت مسلم؟ تحب تحكي لي على الاسلام فيش؟ يعني انا يعني بروفيسور في الاسلام بالذات. انا بالذات. وريحتك ناتنا هكا. طلع على شيء روحي ملائكه، عقلي انا عقل ملائكه. صدقتك اسال العباد هذا ما صدقوك هذا مسلم بالله. صدقوني على بالي بيهم شنو قيمه الاسلام. احترم العباد عايش خويا. ما نلعبوش بحكايه الاسلام ومش اسلام. احترم العباد. زيت ديمونسيون اخرى. انا رغم يعني رغم شو شو رغم استحيل خمر ومسلم برشا على الاخر. انا قوري اما مسلم. اوكي واضح الحوار سي بون نجمو نكملوه هكا. يا بوزغاندا هذا راهو اصله تركي اما يتكلم بالعربي. سي بون سي بون يا بوزغاندا هذا يا ودي انا تركي، شنو هي المشكل؟ تركي يتكلم بالعربي ويسكر ويصلي